المستشفى الأندونيسي الذي يضم ما يقرب من 650 مريضا في الأقسام أو قسم العناية المركزة وقدراته الاستيعابية فقط 150، الآن بات هدفا للدبابات الإسرائيلية التي حاصرت محيط المستشفى وتطلق قذائف مدفعية باتجاهه. مصادر إعلامية متواجدة داخل هذا المستشفى أكدت استشهاد 6 فلسطينيين على الأقل جراء استهداف أحد أقسام المبيت في المستشفى بشكل مباشر. هم من الجرحى الذين كانوا يتلقون العلاج الذي أصلا هو شحيح في هذا المستشفى المتوقف عن العمل منذ أيام، والآن هناك خشية من أن إسرائيل تمهد لعملية اقتحام لأنها تعيد نفس السيناريو الذي كان في مجمع الشفاء الطبي حيث قصفت محيط المستشفى على مدار أيام ماضية. القناص الآن يتمركزون في أبراج مدينة الشيخ زايد المقابلة مباشرة للمستشفى الأندونيسي، ونتحدث أيضا حول مناشدات الآن تطلق بمنع الاقتحام الإسرائيلي لهذا المستشفى، في ظل أن أيضا إسرائيل تستهدف أي شخص يغادر مستشفى الأندونيسي من خلال طائرات مسيرة بنفس السيناريو كما تحدثت الذي كان في مجمع الشفاء الطبي قبل استهدافه. المناشدات تطلق بحماية هذا المستشفى، لكن في ظل أن إسرائيل قد اقتحمت قبل ذلك مستشفى الشفاء فهناك خشية من أن لا يكون هناك تجاوب أيضا مع هذه المناشدات التي تطلق منذ مساء الأمس. مستشفى الأندونيسي هو المستشفى الأكبر في المناطق الشمالية وخرج عن الخدمة لانقطاع الكهرباء ونقص المواد الطبية، وهناك تكدس كبير في الجرح من الجرحى ومن النازحين أيضا داخل هذا المستشفى، لذلك الخشية من استهدافات إسرائيلية متواصلة للمستشفى يبقى الآن هو الهاجس الأكبر بالنسبة للمتواجدين بداخله.